ها يا ماما، شوفي جبت لك مين. ميرسي قوي يا مريم. تفضلي. حقك عليا يا ام، انا اسف انت تعبتي بسببي. وجايب لي ورد كمان. انا اللي اسفه يا حبيبي، اسفه على كل حاجه وحشه حصلت لك بسببي. انا ام وحشه وخساره ابقى ام ليك. ليه بس الكلام ده؟ دي حاجه. اهدي بقى يا ماما، احنا مش عايزينك تتعبي تاني. لا يا حبيبتي، هو لازم يعرف ان انا كنت مقصره في حقه، لازم يسمعها بودانه مني. حبيبي انا فعلا ما استحقش ابقى ام لابن محترم زيك. خلاص بقى يا ماما، الكلام ده فات اوان، خلينا في اللي جاي. اللي جاي بقى يا حبيبتي، انا لازم اخلي عمر اسعد ابن في الدنيا، ولازم اقول له ان انا مكفر عن غلطي وان انا مش هعمل كده تاني. فعلا انا عايزه اكفر عن كل ذنوبي في حقك. ذنوبك ايه يا ماما وحقك ايه؟ ايه الكلام الكبير ده؟ ابنك اطيب من كده بكتير. انت احلى ايه؟ ما تزعليش مني. يا روح قلبي. يلا تعالي بقى نروح نعمل لك اكل. استاذة عليا. ايوه. في خبر مش حلو. خير؟ فوج الالماني وفوج الصيني لغى حجزه. ده حصل امتى؟ حالا. وعملت كام تليفون عرفت انهم نقلوا الحجز في مكان تاني. عند هنيتي سلطان. صح. تمام. طيب روح كمل شغلك. ماشي. ايوه بابا. انا عندي مشاكل بتزيد. هنيدي سلطان خطفت مننا جروبين وانا مش عارفه اعمل ايه. حضرتك اللي هتعمل؟ ازاي يعني؟ حضرتك هتساعدني بجد؟ ربنا يخليك يا رب. ايوه طبعا، لازم نلحق المكان قبل ما عمر يرجع. حاضر يا بابا، هجيب لك ورق الحجوزات الاسابيع الجايه، هجهزها لك وهجي لك على البيت على طول. ماشي يا حبيبي، سلام.